شكل آخر للعطاء تقدمه هؤلاء النسوة المتطوعات في مطعم رحمة الميداني في حي الهولوك المحرر والمتاخم لإحياء سيطرة النظام، حيث يتطوعن لساعات يقضينها في إعداد وجبات غذائية وتوزيعها على أكثر العائلات تضرراً من قصف النظام على مدينة حلب. أختي عم نتعاون نحن هون ثلاثة وعم نقدم أقل شيء يعني كل يوم 400 وجبة، والحمد لله كل شيء تمام عم تتيسر رغم الغصف ورغم هالشيء كله الحمد لله. تشرح إيمان وهي المسؤولة المباشرة عن مطعم الرحمة الخيري أنها تسخر هواياتها في فن الطهي لمساعدة وإطعام المحتاجين من متضرري الحرب في حلب المحررة. يؤكد مسؤول التوزيع أن فريقه يقدم المعونات الغذائية بشكل يومي لما لا يقل عن 50 أسرة وصولاً ل400 في بعض الأحيان، مراعين في خدماتهم الخيرية أعلى معايير الجودة من حيث النظافة والإتقان. بالنسبة للعائلة المستهدفة هي العائلة المنكوبة والعائلة المحتاجة والمصابين والأيتام إن شاء الله. والعمل حاليا هو على المطبخ توزيع وجبات 50 وجبة إن شاء الله لكل حي من أحياء حلب إن شاء الله لفترة إن شاء الله مفتوحة إلى حسب ظروفنا حسب الوضع الحمد لله رب العالمين، ولكن قائمين إن شاء الله وباقيين في عملنا. لا يتجاوز فريق رحمة للطهي 3 سيدات فقط، إلا أنهن قدمنا نموذجاً يحكي قدرة المرأة السورية الثائرة على العطاء ومساعدة المحتاجين تحت أقصى الظروف. يراعي المتطوعون هنا أن يقدموا عملهم الخيري بأعلى معايير الجودة الإغاثية، لأنهم يعتبرون أن من يقومون بخدمتهم هم عوائلهم بالفعل. كريمة السعيد، أورينت نيوز، مدينة حلب.